معي من دبي دكتورة دانا الحموي، أخصائية تغذية وحميات. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتورة دانا. قبل موضوع النصائح فيما يتعلق ب يعني تفادي الدهون على البطن، بس لماذا، يمكن سؤال أبرز اليوم، لماذا مرتبطة دهون هذه المنطقة تحديدا بالقلب؟ كيف؟ توضع الدهون بمنطقة البطن من أكثر المشاكل الصحية اللي ممكن تسبب أمراض مزمنة أو تترافق مع أمراض مزمنة، أو اللي هو بنسميه جزء من المتلازمة الاستقلابية، اللي هي ترافق توضع الدهون بمنطقة البطن مع ارتفاع في دهون الدم، مع مقاومة الجسم للأنسولين، مع ارتفاع التوتر الشرياني، ارتفاع سكر الدم، تشحم الكبد، مشاكل صحية كثير. والسبب غالبا هو تناول الطعام غير الصحي واتباع عادات غذائية غير صحية، واللي هي ممكن نشوفها عند شخص نحيل، نلاقي تراكم للدهون بمنطقة البطن، وهذا ممكن يأهبه بالمستقبل لمشاكل صحية. أنت بنقول في تراكم للدهون بمنطقة البطن لما بيكون محيط الخصر يتجاوز 102 سنتي عند الرجال وبيتجاوز 88 سنتي عند النساء. بس كمان بتختلف الحالات، يعني حتى فيما يتعلق بالقياسات، يعني 88 سم عند النساء، 102 عند الرجال كخصر، تختلف بين الحالات. يعني أكثر شيء مقصود هون بأنه حتى شكل الجسم كوراثي بيلعب دور، صحيح دكتورة دانا؟ يعني تماما، شكل الجسم التفاح اللي هو بيترافق مع تراكم الدهون بمنطقة البطن هو اللي بيأهب للمشاكل، يعني خلينا نقول ارتفاع الدهون الحشوية تراكم الدهون الحشوية بالبطن والبدانة المركزية. كيف نتفادى دهون البطن؟ طبعا تغيير عادات الغذائية لعادات غذائية صحية مهمة جدا. من هذه فأنا حاعطيك شوية نصائح. تناول ملعقة طعام زيت الزيتون على الريق يوميا صباحا مفيد جدا. تناول منتجات الحبوب الكاملة بدل منتجات الطحين المكرر، يعني بدل ما ناكل خبز الأبيض ناخذ خبز الحبوب الكاملة. تناول الألياف الغذائية ضمن نظامنا الغذائي، الألياف تشمل الخضرة، الفواكه، المنتجات الحبوب الكاملة. تناول الشوفان كجزء من نظامنا الغذائي اليومي بيساهم في تنظيم توضع الدهون بمنطقة البطن. تناول كوب لبن زبادي يوميا بيساهم في نعم، تقوية مناعة الجهاز الهضمي، بالإضافة لتناول بعض المكملات الغذائية مثل البروبايوتكس اللي هي بتحسن عملية الهضم وبالتالي بتساهم في تخفيف من تراكم الدهون بمنطقة البطن، بالإضافة لأهمية تخفيف الوزن، ممارسة الرياضة بانتظام، ومحاولة تقوية منطقة البطن، عضلات منطقة البطن من خلال تمارين رياضية خاصة، من خلال الجلسة نعم، الصحية، من خلال تجنب النوم على البطن. هذه أهم جلسة الأشياء صحية وتجنب النوم على البطن كمان بأسره. بتساهم في تقوية عضلات البطن، وبالتالي هذا بيساهم في تخفيف من تراكم الدهون بمنطقة نعم، البطن. طبعا نسيت أقول لك مهم جدا تجنب تفضلي. الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والعصائر سواء معلبة أو طازجة. شكرا كثير لكن من دبي دكتورة دانا، اعذريني انتهى الوقت، شكرا جزيلا على كل هذه النصائح. الدكتورة دانا الحموي، أخصائية تغذية وحميات.